من سوريا، من بنش الحرة، تلتقي لجنة الثائرات مع طفلات سوريات سيتكلمن الآن عن ما يحدث لهن في بنش. نحن أطفال في بنش هون مشردين ولهلأ، وكل اللاعبين طلعوا ينزحوا من كل سوريا، كلياتهم مشردين، كله بسبب بشار الظالم والخائن. هو اللي ظلم كل سوريا، وهو اللي خلى هالأهل كلياتها تشرد وتطلع على غير ضيعة، وعلى غير نحن نزحنا وطلعنا من بسبب القصف على مدينتنا، صاروا يقصفوها ونحن طلعنا. ولهلا يعني كل ما بننام وكل ما بنفيق منضل، والقناصات على الأسطحة ما بنحسن أبدا نطلع لبرا، حتى ما بقى نقدر نطلع، على طول قناصات على الأسطحة وما بنحسن نطلع طابل، ونحن ننزح ومنجي ونحن مانا بأمان. نحن بنطلب من الوطن العربي كله التدخل، نطلب من كل الدول الغربية التدخل، لأن نحن مظلومين كتير، وبدنا نحن بشار القاتل يرحل عنا، لأن نحن مانا بأمان، خليه يرحل عنا. نحن هلا نحن مشردين وكل يوم نازحين، ورحنا من ضرب القصف، نحن مانا خايفين منه. إذا بشار اللعين مفكر إنه نحن خايفين منه، بقى نحن ما منخاف غير من رب العالمين اللي هو خلقنا، واللي هو خلقنا هو إن شاء الله النصر منه قريب، إن شاء الله النصر لسوريا يا رب. نحن هلا انحرمنا من التعليم، هاي السنة ما درسنا أبدا، والخلق كلهم عم يجاي بروحوا على المدارس يبركوا، ولقيت نحن انحرمنا من التعليم كله من بشار. كل سنة بندرس غير نطلع الأولى الصف، بس هلا ما بقى في تعليم ولا تدريس، إن شاء الله هالسنة بيموت. نحن اللي انحرمنا من التعليم، نحن كنا هلا يعني صف ثامن، نحن لهلا اتنا صف سادس، لان سنتين نحن انحرمنا، سنتين نحن ما تعلمنا، لهلا ما بنعرف اشو فيه بالمنهاج، لهلا ما بنعرف اشو فيه، وكل الدول عم يدرسوا وكلياتهم غير شكل الا نحن. نحن اللي انظلمنا ونحن اللي قتلنا بشار. نحن انحرمنا من التعليم كله من بشار اللعين اللي هو دمرنا بيوتنا ودمرنا مدارسنا، ونحن يعني في غير عالم عايشين بنعيم غيرنا، بس نحن ليش؟ لأنه بشار هو يعني عامل حكمة علينا، بس هو أبدا مو هيك، هو خسيس، هو ما نو رئيسنا ولا شيء. إذا نفكر حاله هيك بقى هو غلطان كتير، لأنه نحن قوتنا بإيماننا برب العالمين غيره، وإن شاء الله يا رب ينصرنا يا رب، النصر قريب من الله إن شاء الله.